السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة ابنائي الطلاب درس اليوم راح يكون الاختبار التراكمي ستة للفصل السادس فصل الجمع للصف الاول الابتدائي الفصل الدراسي الثاني نبدأ بالسؤال الاول أه يقوم الطالب بجمع هذه الاسماك اولا واحد اثنان ثلاثه اربعه خمس خمس آه من الاسماك موجوده عندي كم عدد الديدان آه التي تساوي عدد الاسماك آه لابد ان يكون خمس مثل عدد الاسماك كل سمكه لها دوده واحده اذا نشوف المجموعه الاولى واحد اثنان ثلاثه أربعة خمسة إذا هذا هو الناتج الصحيح فما يحتاج طبعا نقوم بعد باقي الاختيارات إذا السؤال الأول الإجابة الصحيحة هي الإجابة الأولى شوفوا الآن سؤال اثنين عندي الآن نمط دائرتان مربع دائرتان مربع بعد كل دائرتين يجي مربع دائرتان مربع دائرتان دائرة باقي ماذا دا وش اللي يجي بعد هذه الدائرة بيجي لازم وش يكون دائرة فالاختيار الصحيح هو الأول إن يأتي دائرة شان يكون عندي دائرتان إذا هذه هي الإجابة الصحيحة دائرة وليس المثلث وليس المربع ننتقل الآن إلى سؤال ثلاثة آه، عندي طبعا نمط السيارة بهذا الشكل ثم هذه الأكبر ثم هذه الأسبور طبعا ثم هذه الأكبر طبعا ترتيبهم هذا بيكون الأول الثاني الثالث الرابع ماذا بيكون خلف هذه السيارة بيرجع مثل الشكل الأول الشكل الأول طبعا بيكون هذا هو الجديد إذا هذه هي الإجابة. سؤال أربعة آه نقوم بجمع آه هذه القبعات واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة المجموع خمسة فعطني اختيارات نبغى هذه الاختيارات يكون مجموعهم خمسة أيًا كان العدد الأول أو الثاني هنا نشوف الآن واحد اثنين اه و واحد واثنين واحد واثنين مع واحد واثنين يعني اثنين زائد اثنين أربعة هذه ليست خمسة هنا عندي واحد هنا عندي واحد اثنين ثلاثة أربعة أربعة زائد واحد يساوي خمسة نفس المجموعة اللي فوق ولكن باختلاف العدد الأول والثاني إذا الإجابة الصحيحة هي الاختيار الثاني. ننتقل الآن إلى سؤال خمسة. آه عندي هذه هي المجموعة من الأزهار واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة. ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر اربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر عشرون. الآن يقوم الطالب بعد هذه الازهار في السؤال ويقوم باختيار المجموعة التي تساوي عشرين. لابد من الجمع. شوف الآن الاختيار الأول. العشرين هي الإجابة الصحيحة. شوف الآن الاختيار الأول. واحد اثنان يقوم بالعد بهذه الطريقة. ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشره احدى عشر اثنى عشر ثلاثه عشر اربعه عشر خمسه عشر سته عشر سبعه عشر ثمانيه عشر تسعه عشر عشرين احنا ما يحتاج طبعا نكمل او نشوف الاختيار الثاني او الثالث مطابق للسؤال عددها عشرين اذا الاجابه الصحيحه هي الاختيار الاول هذا بالنسبه الى سؤال خمسه سؤال سته عدد البالونات هنا عندي واحد اثنان ثلاثه اربعه كم هذا المجموع المجموع اربعه اذا الاختيار الصحيح هو الاختيار الثاني مجموع هذه البالونات أربعة ننتقل الآن إلى سؤال سبعة عندي في البداية هذا مشبك واحد ثم مشبكان واحد اثنين واحد اثنين ثلاثة المجموعة الثالثة فيها ثلاثة الرابعة واحد اثنين ثلاثة أربعة يأتي بعد المجموعة الرابعة نشوف احنا بالترتيب تصاعدي واحد اثنين ثلاثة اربعة كم بيكون هنا خمسة عدد المشابك الخمسة هنا عندي واحد اثنين ثلاثة اربعة هذا طبعا الاختيار غير صحيح واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة اذا الاختيار الصحيح هو الاختيار الثاني ننتقل الآن إلى سؤال ثمانية <applause> عندنا الآن الجمع الأفقي اثنين زائد أربعة نضيف الاثنين إلى العدد الأكبر أربعة خمسة ستة إذا الإجابة الصحيحة هي الاختيار الثالث ننتقل الآن إلى سؤال تسعة والأخير أه إحدى عشر زائد صفر دائما إذا نضيف الصفر أه إلى أي عدد يعطيني العدد نفسه إحدى عشر فمن الاختيار الأول عند إحدى عشر زائد واحد يساوي إثنى عشر هنا طبعا لابد من إيجاد عبارة جمع تكافئ عبارة الجمع 11 زائد صفر مكافئة لها ولكن الأرقام ماذا مختلفة 11 زائد واحد يساوي 12 إذا هذه خاطئة بتكون سبعة زائد خمسة يساوي اثنا عشر أيضا هذه خاطئة خمسة زائد ستة يساوي احدى عشر إذا هذه هي الإجابة الصحيحة عبارة الجمع المكافئة للعبارة احدى زائد صفر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته